Aw, animals. نمر يلتهم يد صبي في حديقة حيوانات في البرازيل. سمح أب لابنه بتسلق سور الحماية متجاوزا إشارات التحذير حول قفص النمر، وأفاد شهود بأن الصبي كان يطعم النمر ويربط عليه قبل الحادث. وبما أن النمور لا تتبع قاعدة لا تعض اليد التي تطعمك، فقد عض يد الصبي فرفعه أبوه المخبول بمساعدة زائر آخر فوق السياج. نقل الصبي إلى المشفى لكن لم يكن هناك أملا من معالجة يده، وتم اعتقال الأب بتهمة الإهمال ثم أفرج عنه بكفالة مالية.